اليوم ريكيبيرو يعني الاغلبيه تاع اللاعبين نقول خفنا قلنا ولكن ما عندناش حل يلزم نفوزو لماذا طاحت لنا فرصه كما راك تقول فريق اللي راه يعاني الناس بزاف اللي يعني جاو داروا نتيجه حنا رانا في مرحله ثانيه تاع مرحله الشك قلنا ان شاء الله مام لو كان تعدنا انا ما نكونش راضي واليوم بصراحه فزنا ولكن مش راضي على كاع الناس راضي ممكن على الشانجمون عبيد لعب مقابلات ما مشاش مليح اليوم كي درناه في البنك كانت رد الفعل تاعو يعني كانت ايجابيه وانا نظن باللي هذا الدور تاع الطاقم مش غير تاع بوزيدي الطاقم كاع بصفه عامه اللي خدم طيله الاسبوع نقول اللاعبين مشكورين لماذا مشكورين لان الشوط الثاني كانوا اكثر عزيمه وحراره وين حابين ما يخرجوا ما يدخلوش البسكرة بنقطه حابين يدخلوا بثلاث نقاط وهذه هي انا نظن باللي فوز مستحق ولكن مازال ما اديناش انا نهضر على روحي باش ما نجرح حتى واحد ني لاعبني مساعدني اي واحد انا مازال ما اديش الدور تاعي 100% لان واش راه يستنى فيا الجمهور والاداره ان شاء الله يكونوا اكثر امكانيات باش ثانيك نكونوا اكثر يعني بريزونس والنتائج يكونوا لماذا لان تخيل اليوم لو كان ما فزناش ندخلوا في مشكله كبيره ولكن مالغري فزنا مازال يستناونا في 20 يوم اربع مقابلات ثاني كيلزم نديروا الماكسيموم دو بوان وان شاء الله نتراجع روحي نتراجع اللي معايا اللاعبين وان شاء الله الفوز هذا راح يخلينا نخدموا للمقابله اللي جايه بارتياح. يعطيك الصحه. السلام عليكم. المقابله ما كانت سهله المنافسه نقولوا جريح حتى المنافسه اللي حققنا صعوبات ديبي دو ماتش جاونا دي زوكازيون جاونا دي زوكازيون رضينا ما دخلناش في الماتش مليح. ونزيم يطوم مع تغييرات الصف ونحقق من هدف وجينا طروا قوادينا الحمد لله. انت فايت ادمنت هذه اليوم الفوز هذا؟ هذه الكل هذه اي واحد يحب هذه ليكيب والانصار تاع البسكرة والناس كامل اللي تحب الفريق. بون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كانت مقابلة صعيبة وين شرعون لادي حوس لي بريمي 3 بوان تاعو في الشامبيونا وفي ستاد تاعو الحمد لله حنايا دخلنا باش نحققوا نتيجة إيجابية وجينا باش نحققوا لي 3 بوان والحمد لله ربي وفقنا باش دينا 3 بوان. الأنصار اللي تنقلوا اليوم وش جاهم لهم رسالة؟ أنا يعطيكم الصحة وأن جاو اليوم مع عاونونا وإن شاء الله مازال خير قدام إن شاء الله يزيدوا يعني. السلام عليكم الحمد لله يعني ثلاث نقاط مهمه بزاف يعني قدمنا اداء يعني جميل دينا دخلنا في المقابله كما ينبغي عطينا شويه دي زوكازيون سورتو بريمير ميطوب يعني باش نقتلوا المقابله يعني ما صارش حتى الجامي طمن سجلت هدف الحمد لله يعني ثلاث نقاط يعني تخلينا باش نزيدوا نخدموا باريحيه سورتو يعني جايين يعني فتره قصيره في ظرف 20 يوم كاين بزاف لي ماتش ان شاء الله نديروا نتحدوا كامل الفريق باش نحققوا نتائج ايجابيه ان شاء الله. قولوا امين ولا الفورما تاعو من الهدف اليوم؟ ان شاء الله يا خويا بهذا الهدف ان شاء الله نتحرر ونزيد نخدم اكثر واكثر ان شاء الله باش نزيد نعاون يعني الفريق تاعي الزملاء تاعي وان شاء الله يعني نحققوا نتائج ايجابيه.